زين اللي قدش قاعدة؟ آمرني يبا. ود عمك عبد الرحمن رجع الكويت. رجع؟ اي نعم رجع، وهو بخير واموره طيبه، وكلها كم من يوم وهو ويا عمك بيجونا هني علشان كل شيء يتم بينكم والامور طيبه. ها؟ اي ان شاء الله. ها ايش فيك؟ كنش تعومستي؟ لا يبا ما فيني شيء حياهم الله. اي كفو كفو يا بنيتي كفو، هذا الحكي اللي بسمعه انا. اي الله الله. إيه إيه حرك شجوني والتهابي نس نس نسيم الريح الريح الصباح. الله يذاك اليوم. الله الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فبغيت مكتب ومرزوق. بخصوص ايه يا فندم؟ أنا آسف جيت من غير موعد بس بكلمه بموضوع المهندس مشعل. المهندس مشعل حضرتك قصدك أبو دليا؟ إي نعم. حاضر، تفضل استريح لحظة واحدة أبلغ أبوك. شكراً. متى أنا بدزج ترى تعبت. ها. ليش رايك نلعب بالايباد؟ بعد شوي. تدلعين بعد؟ ليش بعد شوي؟ ناس يدي هم قصه. مشعل؟ اي سوي. هلا شي. مشعل؟ داليا حبيبتي تالي، روحي بيلي مي. يلا روحي. شو صاير؟ ابتسام. شوفي لا تبين سيرتها ترى مالي خلق. انتحرت. شنو؟ سرت طريقتي. أنا جايت لك مكسورة، خسرت نفسي وخسرت كل شيء، خسرت عيالي يا عمي. اهدي يا بنتي اهدي اهدي، مو صاير إلا الخير إن شاء الله. ممكن أعرف هذا شو تسوي هني؟ اهدى اهدى وافهم شو السالفة. أدري شو السالفة. البنت هذه اتطلقت وقطوها بالشارع وما عندها مكان تروح له. ازرع على كل شيء. مشعل بابا مشعل فهمني دقيقه. ما بسمع ولا شيء. تشبلك المياره طيبه. احترمني انا موجود. يبا لك الهشيمه بس انت تدري ايش مسوي فيني صح ولا لا؟ يلا برا برا اقول لك. يلا الحق يلا برا برا اقول لك برا. يلا اسمعي ايان وياك مره ثانيه تجيني هالفريج او تتصلي على احد من بيتنا والله ادفنك هني. شوفي لا تخليني اخليك تشوفين الموت بعيونك.